يرجح خبراء أن يكون سعر $90 للبرميل أقل سعر يمكن أن يناسب الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، سيما وأن السعر المرجعي في قانون المالية لسنة 2019 قدر $60 للبرميل. السعر الذي يمكن الجزائر من أنها تغطي جميع نفقاتها دون عجز ميزانية ولا عجز في الخزينة هو في حدود 90 إلى 95 دولار، لكن هذا عندما تكون التغطية كاملة، ولكن ما كاش البلد اللي تغطي الآن بين 75 إلى 80 يعطي أريحية كبيرة وينقص من عجز الميزانية. لجأت الجزائر إلى حل طبع النقود لمواجهة العجز المالي للخزينة العمومية، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن في انتظار تعاف لأسعار النفط. أقل تقدير يلزمنا ميزانية تفوق $100 برميل باش نقضيو على البلانشابيات، ليس للسنوات الماضية، لأن الإشكال الخزينة العمومية يعني مستدامة يعني من بنك الجزائر إلى حد الآن 3580 مليار، يلزم يجي التسديد نتاعها، ولا لا؟ وفيها الدين على ذاك القرض السندي باش اللي طلع قيمة يعني الدين الإجمالي إلى أكثر من 4000 مليار. لازم نكون يعني موضوعيين، ما نقدروش يعني نقولوا $90 البرميل رانا خلاص خرجنا من الأزمة والمنطقة أعرج. أنا نقول لك يعني تحت $100 البرميل ما فيش موازنة يعني في الميزانية العامة للدولة. أصلاً الوضع الاقتصادي مربوط يعني بسعر البرميل، ما هوش وضع اقتصادي. الميزان التجاري الجزائري يعاني من عجز رهيب، وبما أن الحلول السريعة البديلة عن البترول غائبة، تبقى الجزائر تنتظر هبة من منظمة الأوبك لرفع الأسعار للتنفيس عن أزمتها المالية.